تمام. دي هنعمل ايه بعد؟ هنعمل بقى اللي هو الكريسبي. كريسبي طنبوره. هنشوف بقى الكريسبي طنبوره بتعمل ازاي. بص انا بقول لك مقاديري ماشي وحضرتك شغال. ماشي كريسبي طنبوره رول ماشي. هنحتاج 20 جرام كريسبي. يعني ايه 20 جرام كريسبي؟ الكريسبي ده هنعمله ازاي؟ بتبقى عجينه الطنبوره مش موجوده عندنا. هنحط كوبايه دقيق عليها كوبايه نشا عليها صفار بيضه عليها كوبايه ونص من الميه الساقعه ونضرب بالمضرب خلاص. تمام. عاملين الكريسبي بتاعنا بيبقى عجينه كده زي دي كده. ادي العجينه اهي. مهم جدا جدا الطنبوره دي يا جماعه لان دي مش عايزه اقول لكم بتخلي الجمبري عامل ازاي. بس نحط صابعنا كده كده اهو جاي نازلين في الزيت. يعني نحط صابعنا كده ننزل في الزيت. بس مش ايه مش عايزين نبدل الزيت دلوقتي كده. لا استنى انا هوطي لك الزيت علشان هو يسخن قوي. بالظبط. نحط الكريسبي ممكن نعملها واحنا شغالين. ماشي خلاص. يبقى كده الكريسبي ده عباره عن دقيق على نشا على بيض بالظبط على ملح. لا دقيق على نشا على بيض على ميه ساقعه بس كده. ونرول لحد ما يوصل عندنا القوام ده. صح كده. بالظبط. طيب هنحتاج بقى 20 جرام افوكادو برده 40 جرام جمبري مقلي اللي هو بقى الجمبري اللي احنا قليناه في الطنبوره دي. بالظبط كده. جرام الجمبري بنحطه جاي دقيق ونحطه في العجينه على طول وننزل في الزيت. تمام. وخيار 10 جرام خيار زي ما هو كمان متقطع. تمام كده. الحشوات انا حاسه ان هي متقاربه في اللي هي الافوكادو والخيار بس بتختلف في الحشوه. أدي هنا مثلا ادي حطينا الجمبري اهو. ادي الجمبري وحطينا الخيار وحطينا الافوكادو وخلاص كده. يعتبر احنا هبتدي اللي احنا ايه نلف. حطينا وسبي. لسه هنحط الوسبي دلوقتي عادي. ماشي خلاص. انا بحط الوسبي ليه؟ لان بتبقى لازما في كل رول يتحط وسبي. بيقول لك البعض انا ما بحبش الوسبي. لا يا جماعه لازما. انا بقول لكم كلوا وسبي لازما. هيطعم الحاجه. هيطعم الحاجه. معانا تليفون. اتفضلي. يا الو. الو صباح الخير. يا صباح الفل. ازيك يا فيزا؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. مين معايا؟ انا اريني بنت خالتي. ازيك يا ريري؟ عامله ايه؟ يا مبارك حبيبتي. الصوت الجميل ده. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ امورك ايه؟ تمام. عافيه ايدك. ربنا يخليكي. ربنا يعزك. اتفضلي معانا. بتحبي السوشي يا ريري؟ يعني انا بعشقه. الاول انا عايز اقول لك بس على حاجه ان السوشي ده كنت اسمع عنه كده كنت اقول ايه ده هناكل حاجه نيه. ايوه. لما رحت كلته بصراحه لا فظيع في الاكل. وقولي لي بقى ان ولادك بيحبوه اكتر منك. ها بالظبط. عشان انا ولادي كده هم اللي خلوني اجبروني اني اكله اصلا. بالظبط. انت متخيله ان جوجو السوشي ده اكل حلو قوي. أيوة. جدا. ايوه كده بقى. بتحبي فيه ايه قوليلي؟ تعرفي انواعه؟ لا معرفش انواعه. انا عليا اكل بس. بتحبي تاكلي وخلاص. بتقولي ايه؟ بتقولي له اديني سوشي؟ انا بقول له اديني تشكيله حلوه كده فهو بقى بيظبطني. والله طب برافو عليك. انا ببسط قوي مع ان يعني اريني دي بنت خالتي على فكره. انا ما كنتش متخيله ان هي ممكن تكون بتحب السوشي بقى. تخيل. طيب. دي كان اخرنا طبق الجبنه القديمه يا ريري. ده العشق بتاعنا. حبيبتي نورتيني يا ريري بجد. ميرسي يا فيفا. بوسي لنفسك والولاد كتير. باي باي. يا حبيبتي باي. بص احنا دلوقتي عملنا ايه؟ دي احلى مفاجاه يا رنوني. شكرا. كده احنا عملنا الكريسبي اللي احنا قلنا عليه خلاص. استنى ثانيه. ده اللي حضرتك قلت هنمسك كده وننطره في الزيت. بالظبط كده. وده ناخده بعد كده. بالظبط. نصفيه خلاص. بعد كده تشيله بالصفايه بتاعتنا نحطه في تحت منديل. بعد كده تبتدي. بصي ادي الشكل. بصي هيعمل ازاي. بنعمله ازاي اهو. ده نوع اسمه ايه؟ ده اللي هو الكريسبي. ده اللي هو احنا قلنا اللي هو الكريسبي. خلاص. في بعض بيحب بقى الكريسبي رايز. انا بفضل دوت يبقى طعمه احلى. وفي بعض بيحب الكريسبي رايز. نفس الفكره. ممكن نحط الكريسبي نعمله بالكريسبي رايز. نحط الرز بتاع السوشي دوت في شويه ميه لمده دقيقتين. بعد كده في الزيت يكون حامي ونبتدي اللي احنا ننشف الرز. يبقى ازاي نقليه؟ بالظبط. ادي شفت الفكره بتاعت الرول عامل ازاي؟ ماشي. ادي شكل الرول. شكله حلو قوي جدا. ومتماسك والدنيا او مش حاجه فكه بس شكل حاجه. الله. ده رز برضو بس عليه الطنبوره دي اللي احنا دي عملناها. بقى اللي ما بيحبش السوشي او الحاجات يخش ياكل ده على الفرايد. بالزبط. على طول. جمبري. بالظبط كده. تمام. خلاص. حلو قوي شغل كل ده عندنا هنا. ده اسمه ده كده عندنا اسمه كاليفورنيا. كاليفورنيا اللي هو لونه اورنج. ده اللي هو عليه كافيار. بالظبط. وده اسمه
كريزي سالمون فراي. لا كريسبي تامبورا رول. انا اسفه كريسبي ما بحفظ معاكم يا جماعه. كريسبي تامبورا رول. تمام كده تمام. في اي حاجه فايتاكم قولوا لي. ايه الشطاره دي؟ انا بذاكر عشان نبقى نعمله مع بعضينا يا جماعه. خمسه وخمسه عليك. تسلم ايدك.